رعى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة فعاليات الملتقى الدولي الثاني في الفقه المصرفي الإسلامي والذي أقيم صباح اليوم بجامعة الشارقة فرع خورفكان. دعما منه لتشجيع كافة الوسائل البحثية والمعرفية، شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة افتتاح فعاليات الملتقى الدولي الثاني في الفقه المصرفي الإسلامي والذي أقيم بجامعة الشارقة فرع مدينة خورفكان. ويتضمن الملتقى عرض عدة أوراق بحثية منها الجلسة الأولى لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بدولة الإمارات والتي تحتوي أصول نشر الفقه المصرفي الإسلامي، أما الورقة الثانية فسوف تتناول مشاريع ومبادرات المؤسسات الدينية والتعليمية في المملكة العربية السعودية، بينما تعرض الورقة الثالثة مشاريع ومبادرات المؤسسات الدينية والتعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية، كما وستبحث الورقة الرابعة الدور الذي تقوم به دائرة الشؤون الإسلامية بإمارة شارقة في نشر الفقه المصرفي والإسلامي. فعاليات الملتقى انطلقت بكلمة للدكتور إبراهيم علي المنصوري مدير مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل ورئيس اللجنة التنظيمية للملتقى، أكد فيها أنه منذ اليوم الأول لافتتاح المركز سعى نحو تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، ألا وهي العناية بالاقتصاد الإسلامي ونشر الفكر الاقتصادي. لقد حقق المركز بفضل الله تعالى ثم بفضل الرعاية المتواصلة نتائج تدعونا للشعور بالفخر بالتزامن مع المزيد من المسؤولية للوصول بالرؤى والتطلعات التي أرادها صاحب السمو وإلى الواقع الملموس والتطبيق العملي الذي يعود بالفائدة على المؤسسات العاملة في المجال الاقتصادي الإسلامي محليا وإقليميا ودوليا. بدوره ألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة أشار فيها إلى أن الهدف الأساسي للملتقى هو تسليط الضوء على المؤسسات الدينية والتعليمية ودورها في نشر الفقه المصرفي الإسلامي بالمجتمع وعرض أفضل الممارسات والمشاريع التي تخدم هذا المجال. كما تعلمون يتمثل الهدف الأساسي للملتقى الدولي الثاني في الفقه المصرفي الإسلامي الذي تعقده جامعة الشارقة اليوم من خلال مركزها لدراسات الاقتصاد والتمويل وبتعاون ودعم كبير من مصرف الشارقة الإسلامي بتسليط الضوء على واقع المؤسسات الدينية والتعليمية ودورها في نشر الفقه المصرفي الإسلامي بالمجتمع وعرض أفضل الممارسات والمشاريع التي تخدم هذا المجال من قبل هذه المؤسسات، فضلاً عن طرح ومناقشة تطلعاتها المستقبلية في نشر الفقه المصرفي الإسلامي نظرياً وتطبيقياً، وذلك من خلال محورين علميين أساسيين أحدهما يجسد واقع وتحديات هذه المؤسسات الدينية والتعليمية في نشر الفقه المصرفي الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي على نحو خاص والوطن العربي بشكل عام. عقب ذلك تمت دعوة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ورئيس جامعة الشارقة وراعي الحفل بالتفضل بتكريم المتحدثين الرئيسيين والشركاء في إنجاح الملتقى الذي تختتم فعالياته بورقة تتناول الدور المطلوب والتطلعات المستقبلية للمؤسسات الدينية والتعليمية في نشر الفقه المصرفي الإسلامي وما هي مشروعات البنية التحتية له.